لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمين المتلازمين على حبيبنا المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، طبتم مبارك إن شاء الله وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير كما جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل صلوا بنا على رسول الله. من المعلوم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر الصبر، كذلك أيضا هو شهر الإخلاص. من شروط قبول العباده، يعني الاخلاص يشترط في الشهاده، يشترط في الصلاه، يشترط في الزكاه، يشترط في الصوم، ويشترط في الحج، يشترط في جميع العبادات، الا انه يتطلب جليا في الصوم. اسمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل لادم له إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي منه. اشمعنى الصبر؟ كل عمل لآدم له إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي منه. إن الإنسان وإن تظاهر أمام الناس أنه صائم فيستطيع إذا خلا بنفسه أن يأكل أو أن يشرب، فإذا امتنع عن الطعام أمام الناس وفي خلوته دل على تعظيمه لربه تبارك وتعالى. نعم أيها الأحبة، تعالوا بنا لنتعلم من السلف الصالح كيف كانوا يخلصون أعمالهم لله تبارك وتعالى. سيدنا داوود بن أبي هند ظل 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ولم يعمل به احد حتى اهله. تخيل 40 سنة يصوم يوم ويفطر يوم واهله في البيت مش عارفين كده. كان اذا ذهب الى دكانه في الصباح اخذ معه طعاما ليكون له فطورا، فاذا كان يوم فطره افطر عليه تمام كده، واذا كان يوم صومه تصدق به، فاذا رجع من دكانه بعد المغرب فهو ياكل معه وهو في الحقيقة يفطر لأنه كان صائما. الله أكبر. سيدنا عبد الطالب المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان عالما، حتى أن سيدنا فضيل بن عياض كان يتعبد في المسجد الحرام، وسيدنا عبد الطالب المبارك مع أنه عالم إلا أنه كان يقاتل في الثغور، يقاتل في سبيل الله. طب أنت عالم، أرسل إليه سيدنا فضيل بن عياض قال له: يا عبد الله أنت عالم، تعال اجلس معي وتعبد في الحرم ودع الجهاد لمن كان له قوة بدنية فقط وليس عنده علم شرعي. فأرسل إليه سيدنا عبد الله بن المبارك قال له: يا عابد الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخطب فته بدموعه فخدودنا بدمائنا تتفطر، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد جاءنا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يجتمع غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار كله. لما تواجهوا مع الروم خرج رجل من الروم من أشد الكافرين بأسا وصاح في المسلمين وقال: من يبارز؟ فلم يخرج إليه أحد من المسلمين. صاح في المرة الثانية فلم يخرج إليه أحد، فصاح في المرة الثالثة فلم يخرج إليه أحد، في المرة الثالثة عفوا خرج سيدنا عبد الله بن المبارك ووضع طرف عمامته على وجهه وتلثم حتى لا يعرف أحد، ووضع الخبزة على رأسه واستد سيفه وقاتله حتى قتله. قتل سيدنا عبد الله بن المبارك سيد الرومي، فخرج رجل ثاني من الروم فقتله سيدنا عبد الله بن المبارك، خرج رجل ثالث أيضا من الروم فقتل سيدنا عبد الله.
المسلمون يريدون من هو الذي رفع كلمة الله وأعز المسلمين وأذل المشركين من هو وهو يتصدق بوجهه عنهم ليدخل في غلال الناس فيختفي. فقال أبا عمر وقد شك أنه صاحبه عبد الله بن عمر: أنت لو صاحبك ماشي بكرسي وراكب ولابس خوذة صاحبك وحبيبك هتعرف بالخوذة يقول الموسيقى مثلا. ده اي شيء. كذلك ابا عمر علم ان مصاحبه سيدنا عبد الله بن مبارك. طبعا المقاتلين كل واحد له فنون في القتال. ازاي يضرب؟ ازاي يقاتل؟ ازاي؟ فعلم انه عبد الله بن مبارك. ده قتال عبد الله بن مبارك موجود لا محاله. فقام ووضع طرف اصبعه على لسانه فكشف سيدنا عبد الله بن مبارك وقال له: حتى انت يا ابا عمر ممن يشنع علينا ممن يريد فتحنا اعدت تشفع به هذا فضيحه. احنا الملوك دول واحد عمل كده الدنيا تكون ما تعودش والاخبار والصحافه والاعلام والى ذلك. يقول: انا لا اريد ان يشكرني احد ولا ان يشكرني احد، انا اريد هذا العمل لله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه فيقول: انما الاعمال الله اكبر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. وكما عودناه السؤال: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم لغه اليهود؟ من هو الصحابي الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم لغه اليهود فتعلمها في 15 يوما؟ مش لسان يعني صح؟ لا. تعالى الصحابي الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم لغه اليهود حتى يأتي مكرهم